السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الكورة على أصولها مع أحمد أمين، حلقة الثلاثاء 19/10/2021. والبداية زي ما تعودنا بفقرتنا الأولى اضحك مع الحكش، وضحكتنا النهاردة عنوانها أم كلثوم وحتشبسوت نادي مصر فكرة لا تموت. امبارح كان الأخ محمود السعاتي عامل مؤتمر صحفي بيعلن فيه ترشحه لانتخابات نادي مصر القادمة. ماشي، مش مشكلة. طبعا قانونا وشرعا يعني ما ينفعش واحد من المرشحين يعمل مؤتمر صحفي جوه النادي عشان يعلن ترشحه، لان هو زيه زي اي مرشح. لو هو هيعمل كده يبقى كل المرشحين لازم يعملوا زيه، ياخدوا نفس الحق ده. ثانيا، مين اللي دفع تكاليف المؤتمر ده؟ ده المفروض هو على حسابه، مش على حساب النادي ولا جوه النادي ولا يستخدم النادي، انما ما لناش دعوه. ده هو اسطورتهم وناديه وعزبته الخاصه، وهم قابلينه بيحبوا وهيشتموني. ماشي، مش مشكله، خلاص ماليش دعوه. انا دي انا مش ما ما يعني انا ببص بمر عليها كده مرور الكرام. انما كان في الخلفيه، حاطط في الخلفيه بتاعت الحفله بتاعته ده دي او المؤتمر الصحفي ده صوره كده كبيره عملاقه كده بتجمع رموز واساطير نادي مصر عبر التاريخ. يعني طبعا الحاجه الغريبه اللي فيها ان فيها مثلا صور رمضان صبحي وشريف اكرامي، رغم ان هما الناس دول يعني سابوا النادي وراحوا البيراميدز وقالوا عشان فلوس وشتموهم وبهدلوهم واسقطوا عنهم الجنسيه والهويه وبتاع. وغريب جدا مثلا واحد زي حسام وابراهيم حسن مش موجودين، يعني برضو هم حرين، يعني برضو انا ماليش دعوه ولا صله بالموضوع ده، يعني برضو بمر عليه مرور الكرام، بعدي بس عليه كده ايه بنضحك. انما الحاجه بقى الغريبه جدا ان فوجئنا جميعا ب موجود في الرموز والاساطير دول صوره مين؟ كوكب الشرق، هرم مصر الرابع، العظيمه الراحله ام كلثوم. طب ايه يعني ايه؟ انا عايز يديني بس اماره، حد يديني اماره، سبب، تفسير، تبرير، واشتموا بعد كده براحتكم. ليه ام كلثوم تبقى متواجده في هذه الاحتفاليه وفي الصوره دي؟ هل ام كلثوم رحمه الله عليها حد يعرف عنها انها كانت بتهتم بكره القدم؟ لا. هل عمرنا شفناها مثلا بتتفرج على ماتش كرة قدم في بيتها؟ لا. طب في ملعب؟ لا. طب اتكلمت انها بتهتم كرة القدم؟ لا. انها بتشجع فريق معين؟ لا. عملت حفلة مثلا في نادي مصر؟ لا. اتبرعت لنادي مصر؟ لا. كان في احتفال بمناسبة تتويج نادي مصر حضرته؟ لا. غنت فيه مثلا؟ لا. اتبرعت بأجرها مثلا الحفلة لدعم نادي مصر؟ لا. مفيش أي صلة تاريخيا تثبت ان في اي علاقه او صله، مفيش اي دليل او واقعه تاريخيا تثبت ان في اي علاقه او صله ما بين السيده الراحله العظيمه ام كلثوم ونادي مصر. محطوطه ليه؟ الله وحده يعلم، يعني مش عارف. بس ممكن عادي التاريخ يقول الطبيعي انها تبقى برضو من مشجعات نادي مصر. مش الاخ زي حواس قال بجد ومش بهزار ان الفراعنه وقدماء المصريين كانوا بيشجعوا نادي مصر؟ قال كده فعلا. طب ما عادي، طب هنستغرب ليه؟ يعني اما تبقى الملكه تي والملكه نفرتيتي والملكه حتشبسوت بيشجعوا نادي مصر، يبقى ده ملكات عظام ليهم حضاره ومجد وتاريخ واثار وحاجات خالده خلدوها في اثارهم وتماثيلهم. يبقى هنستكتر يعني او نستغرب لما تبقى ام كلثوم يا عم كمان مشجعه لنادي مصر؟ يا عم عادي. وممكن كمان ما اعرفش ما جابوش مثلا برضو فاتن حمامه ليه؟ ممكن يعني ما يعني جايز، ما الله اعلم. وجايز مثلا مصطفى، الدكتور مصطفى مشرفه، ممكن برضو يعني جايز نسيوهم او جايز محدش قال لهم. وفي النهايه يعني كله سمك لبن تمر هندي. وسلم لنا بقى على الترماي وام كلثوم وحتشبسوت نادي مصر فكرة لا تموت. انتهت فقرتنا الأولى. سريعا إلى فقرتنا الثانية، فقرة الأخبار. خبرنا الأول بيقول فخر العرب، المصري محمد صلاح يسجل للمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي.
أرقام إعجازية وأسطورية لابن النيل الفلاح النبيل الأصيل أبو مكة وكيان الجميل الفرعون المصري محمد صلاح. هنيئا له ونتمنى له التوفيق ومزيد من الأرقام القياسية والإنجازات والأفراح. وبس برضو لسه ما وصلش ان هو يلبس الرولكس، اما يلبس الرولكس نبتدي نتكلم. خبرنا الثاني بيقول فخر العرب التونسية أنس جابر 27 سنة بتصل إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات. مش كانت مش من العشرة الأوائل بس، لا وصلت الثامنة في إنجاز لم يصل إليه أي لاعب عربي أو لاعبة عربية في التاريخ. أحسن إنجاز أو تصنيف كان يونس العيناوي المغربي، يونس العيناوي وصل للمرتبة أو المركز 14 عالميا. هنيئا لتونس الخضراء ولبنت تونس الخضراء الفخر العرب التونسية أنس جابر. خبرنا اللي بعد كده بيقول البريطاني كاميرون نوري المصنف 21 أول بريطاني في التاريخ يتوج بلقب بطولة إنديان ويلز ماسترز 1000 نقطة للتنس، وذلك على حساب الجورجي نيكولوز باشيلاش فيلي المصنف 29 بمجموعتين لمجموعة واحدة. خبرنا الأخير بيقول الأسبانية باولا بادوزا واحد المصنفة 21 على البطولة بتتوج ب إنديان ويلز ماستر 1000 نقطة للتنس على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 بمجموعتين لمجموعة واحدة. بالمناسبة الأسبانية باولا بادوزا هي من أقصت أنس جابر من كوارتر فاينال البطولة ربع النهائي بمجموعتين نظيفتين. نختم إن شاء الله بفقرتنا الثالثة والأخيرة المباريات اليوم، النتائج والتحليل. بداية دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج الويفا تشامبيونز ليج، مباراتنا الأولى بيشكتاش التركي هدف، سبورتينج لشبونة البرتغالي 4 أهداف، كلوب بروج البلجيكي هدف، مانشستر سيتي الإنجليزي 5 أهداف، باريس سان جيرمان بي اس جي الفرنسي 3 أهداف، واللايبسيتش الألماني 2 و البرغوث ليونيل ميسي يحرز الهدف الثاني والثالث. البداية تقدم لبي اس جي بهدف كيليان مبابي، ثم يعادل لايبسيتش بتاع الشوط الأول بهدف لمثله، ثم الإنقاذ من ميسي. مباراتنا بعد كده أتلتيكو مدريد الأسباني 2، ليفربول الإنجليزي 3 أهداف، مباراة نارية مثيرة احتضنها ملعب وندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد في مدينة مدريد العاصمة الأسبانية. أول ربع ساعة تقدم سريع، هدف أول لنجمنا محمد صلاح من مراوغة لثلاثة لاعبين على التوالي على خط واحد، ولطش خدمته خبطت في جيمس ميلنر وحاولت اتجاهها. أنا ما أعرفش، أنا الهدف مثير للجدل، أنا شايفه هدف لميلنر لان محمد صلاح كورته كانت رايحه على شمال حارس اتلتيكو مدريد، ولما خبطت في رجل ميلنر راحت على يمينه اللي هو يان اوبلاك السوليفيني حارس اتلتيكو مدريد العملاق، واحتسب فعلا الهدف بعد جدل اتكتب لجيمس ميلنر ثم تحول بعد ذلك لمحمد صلاح. انما هو بذل مجهوده وراوغ وربنا كلل له مجهوده ومراوغته وتعبه بهدف احتسب ليه في النهايه هدف اول. بعديها بدقائق في دقيقه 14 تقريبا كره تشتيت كره من مدافع اتلتيكو مدريد بغشوميه ياخدها الغيني نايبي كيتا على عبالها كده فيرست تايم على الطاير، صاروخ على شمال اوبلاك يتفرج عليها 2-0. ربع ساعه الاولى ليفربول اكتساح وسياده وهجمات، 3 محاولات 2 اون تارجت، الهدفين واحده بره. فجأة ينقلب الأمور، تنقلب 180 درجة وينقلب الساحر على الساحر، ويتسيد أتلتيكو مدريد المباراة جملة وتفصيلا، ويبدع ويتولد من جديد الفرنسي أنطوان جريزمان مع البرتغالي جواو فيليكس، سحر في الملعب يكون نتيجته هدف أول من تسديدة للقائد كوكي تقلش منه، أنطوان جريزمان يخطفها
كان فيها شك تسلل، الهدف طلع صحيح من الفار 2-1، وجواو فيليكس يقلد صلاح ويراوغ ثلاث لعيبه، واسيست لجريزمان يخطفها بشماله بالبعيده على شمال اليسون بيكر البرازيلي حارس ليفربول، هدف التعادل. وبيكر ينقذ ثلاثه انفرادات من اتلتيكو مدريد، واحد من انطوان جريزمان، وواحد من جواو فيليكس، وواحد من اعتقد من ليمار. فيعني تميز وكفاءه غير عاديه من بيكر، بالرغم من البوزيشن السيطره والاستحواذ والباصات اكتر بكتير قوي للريدز ليفربول. يبدا الشوط الثاني كما انتهى الشوط الاول، ولكن نجم المباراه بلا منازع والشعله والمنطلقه والصاروخ المنطلق انطوان جريزمان بدون اي مبرر يذكر، يعمل بيخش يعمل حركه كاراتيه. انا اعتقد لاعب الكاراتيه نفسه ما يقدرش يفتح رجله الفتحه دي ويعمل الاستطاله دي ويضرب الضربه دي برجله بسترزات الشوز الحذاء بتاعه في الاذن وفي جنب وجه ديوجو جوتا لاعب ليفربول، يسقطوا ارضا. وكانت هجمه لاتلتيكو مدريد بدون اي مبرر على حدود منطقه جزاء ليفربول. طبعا كانت نقطه التحول في المباراه، بدا اتلتيكو مدريد يتراجع للدفاع حفاظا على التعادل، وليفربول يهاجم ولكن باستحياء، والكونتر اتاك والهجمات المرتده كانت لاتلتيكو خطيره وصعبه، واتلتيكو كان متماسك الى ان يحدث بعد ذلك اتلتيكو مدريد الهديه الثانيه، يزيد المبلطين ان مدافع اتلتيكو مدريد يعرقل ديجو جوتا في كره مشتركه داخل منطقه الجزاء بلا اي مبرر، كره ما كانتش في حيازته ولا خطر ولا اي حاجه جوه منطقه الجزاء، بس ما فيش فيها اي مشكله، ويهدي ليفربول ضربه جزاء ينبري لها صلاح ويحرز هدفه الثاني والثالث ليفربول. يضحك على اوبلاك يوديه على الشمال ويحطها له على يمينه طبعا بشمال محمد صلاح، وده كان قبل يعني تقريبا في الدقيقه 80. وفي ظل النقص العددي يندفع اتلتيكو مدريد، وفي كوره برضو عرضيه كروس مرفوعه من ناحيه الشمال يحصل ديوجو جوتا نفسه اللي تسبب في الطرد وتسبب في الهدف الثالث البلينتي، يعرقل لاعب اتلتيكو مدريد المندفع، والحكم يحتسب ضربه جزاء بلا تردد، الفار يتردد، الحكم يروح يبص عليها ثم يلغي ضربه الجزاء. الكرة دي انا اعتقد الحكم كان تركيزه على قدم جوتا مع قدم لاعب اتلتيكو مدريد، انما الكرة دي صحها هي ان في اليد اليسرى لجوتا دفعت لاعب اتلتيكو مدريد، واللي في ناس قالت لي ان الدفعة لا ترتقي، اقول لهم لا، في فرق بانك تدفع لاعب وهو واقف على رجليه وتدفع لاعب وهو في الطير في الهواء او هو بيجري في جريته، لان الجريه او الطيران في الهواء بيخلي اللاعب مندفع وبيفقد التوازنه من اي تاتش او اي لمسه. فانا شايف ان اللمسه مع اندفاع اللاعب وجريته هي بطحته ارضه وثبت في سقوطه، ما مثلش لالا كان يبقى سيميوليشن وياخد انذار وضرب جزاء مستحقه ظلم الحكم فيها اتلتيكو مدريد. بلينتي واضح شمس لليفربول، طرد واضح شمس لاتلتيكو مدريد، انما في انا اعتقد ان في جانب منظوم موقع اتلتيكو مدريد في ضربه جزاء مستحقه، و تنتهي المباراة بفوز الريدز ليفربول. بورتو البرتغالي هدف اي سي ميلان الايطالي لا شيء. في هذه المباراة ايضا السلطان السويدي زلاتان ابراموفيتش حركة كاراتيه تقريبا نفس حركة الكاراتيه بتاعت انطوان جريزمان او جايز اصعب كمان، ولكن الحكم اكتشف الانذار، والكرة دي فرقها ايه؟ ان جريزمان ما لعبش على الكوره خالص ولعب على وجه اللاعب وبدون مبرر وبتعمد وبرعونه وبتهور، انما ابرا كان بيلعب على الكوره ووصل رجل وصلت رجل ابرا بوز رجله للكوره ولعبها، والمدافع والتراس وراح لرجل ابرا، ومع ذلك فيها تهور برضو من ابراموفيتش برفعة رجله بكل المسافه دي، انما الحكم قدرها انه لا يستحق الطرد واكتفي بانذار، واعتقد ان الحكم لا يلام على هذا القرار، وان كان طرده لا يلام يعني، انما ما اقدرش اغلطه يعني، هي لعبه صعبه انما ليه مبرره. بورتو البرتغالي هدف اي سي ميلان الايطالي لا شيء خلاص. اياكس امستردام 4 اهداف روسيا، اياكس امستردام الهولندي 4 اهداف روسيا، دورتموند الالماني لا شيء، شاختار دونستك الاوكراني لا شيء،
ريال مدريد الاسباني 5 اهداف، شوط اول هدف للاشيء ريال مدريد بنيران الصديقه هدف عكسي اون جول، ثم 4 اهداف لريال مدريد فينيسيو جونيور هدفين سحر، فينيسيو جونيور رجل المباراه واسيست هدف كمان، رودريجو احرز هدف واختتم الاهداف الفرنسي كريم بنزيما. انترناسيونالي الايطالي 3 اهداف والشرف المقدوني هدف، شرف اللي كان تغلب في الجولة الماضية على الريال في سانتياغو برنابيو. الدوري الأوروبي الويفا يوروبا ليج، سلتيك الأسكتلندي 2 وفرينكي فارو المجري لا شيء. دوري أبطال أسيا النصر السعودي 1 والهلال السعودي 2، الهلال السعودي في نهائي تشامبيونز ليج الأسيوي. انتهت مبارياتنا وانتهت حلقتنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اللي تعجبوا الحلقة فضلا ورجاء وليس أمرا اعمل لايك وشير، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد، وفي النهاية السلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.